السلام عليكم متتبعيني الاعزاء، نتمنى كامل تكونوا في خير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الطويجين اللي ساهل ماهل ديال الرايه، اللي هي اول مره غتشوفوها عندي، ويمكن ما مولفش الناس كيديروها في الطاجين، ولكن انا كتعجبني في الطاجين خير من القلي صراحه، كتجي واعره. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم والفكره حتى هي تعجبكم. كيف قلت لكم اليوم غادي نحضر الرايه في الطاجين، شي حاجه اللي هي مختلفه ما مولفينش بها. هنايا عندي الربيع، قزبور ومعدنوس مخلطين، غنزيد عليه شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره والملحه. هادو هما التوابل اللي غندير لها، غير جوج حاجات كيف كتشوفوا، الملحه رجع البركه، البزار والتحميره والملحه وشويه ديال الزيت. غندير مع خيزو كيشرب شويه الزيت. وهنايا كيف كتشوفوا انا دابا صوبت الشرموله هنايا مع الربيع، باقي ما زدتش الثومه. ها هي ثم هنا غادي نقطعها غير قطيعات صغار، ما غاديش نحكها، نقطعها غير بحال هكايا كيف كتشوفوا. هيايا وغادي نزيد واحد شويه ديال الحامض، واحد نص حامضه حتى هي نعصاها كي شفتوها. وغادي ناخذ دوك الطريفات ديال الرايه غنديرهم مع هاد الشرموله هنا. هي الرايه بعد ما غسلتها ونقيتها، هي اصلا كتجيبوها منقيه، كتكون محيده لهذيك الجلده، محيد لها كلشي، غير حنايا كنغسلوها مزيان بالماء والحامض صافي، كنحطوها في الثلاجه وقت ما بغينا كنهزو منها. ما غاديش نقول لكم هذه نص كيلو او كيلو، انا غير واحد القدر ديال جوج الناس اللي درت هنايا. كيف قلت لكم غادي نقضها شويه هنايا، ها هي في داك البلاصوص. وغادي نجيب واحد، نجيب طاجين، وغنجيب واحد خيزو. كيف كتعرفوا خيزو راه كيتواتى مع جميع الانواع ديال الحوت، يتوازى معاهم خيزو. انا هادي هنايا راني فرشت دوك العواد ديال الطياب، لانه هنا كيف قلت لكم فرشت العواد ديال الطياب حيت قاد ليا داك العواد ديال القزبور اللي مولفه كندير، انا درت هادو. وغادي نجيب الرايه اللي قلنا درنا ليها العطريه ديالها مزيان، ها هي كنصطفوها فوق منه. هي راه ما كتاخذش الطياب، يعني راه غير ما كاملاش حتى 15 دقيقه صافي كتطفي الفران، كتطفي على الطاجين صافي كيف كتشوفوا. غناخد هاد خيزو اللي بقى ليا، داك النص اللي بقى ليا غنقطعو غير هكايا رقيق باش يطيب حتى هو الطياب ديال الحوت، يعني يطيب دغيا كيف غير يطيب الحوت، يطيب حتى هو دغيا. هانتوما كيف كتشوفوا راني قطعتو رقيق، وغادي ناخذ واحد المطيشه حتى هيايا. نديروها عليه، ما قطعتهاش دوار، قطعتها هكايا على شكل ديال الهلال، لان مطيشه كبيره كيف كتشوفوا. كانت الفلفله حتى هي تقدروا ديروها، ما كانش ماشي مشكل، المهم انا اليوم غنديرو غير بالفلفله بهذه بمطيشه وبالجزر كيف كتشوفوا. صافي هنا غناخد ديك الشرموله اللي شطت ليا، ها هي
البنات بالنسبه لهذا الطاجين راه ما غاديش نديرو فيه الماء، كيف كتشوفوا مولفه كنت كنغسل هذه طاسه مولفه نغسلها، دابا راه ما نغسلهاش، ما غاديش ندير فيه حتى شي نقطه ديال الماء. كيف قلت لكم ما غاديش ندير فيه الماء هكا، وغادي نشعل ليه غادي نجيب داك نص ديال الحامضه غنقطع منها شويه هيايا وغنديروها ليه كنحار حتى هو تقدروا ديروه ما كانش صافي هذيك كيفيها الكفايه الحامض فيها كفايه صافي وغنشعل ليه كيف كتشوفوا كيف قلت لكم راني ما درتش فيه حتى شي نقطه ديال الماء راه غيطيب غير بالماء اللي غادي يطلق الحوت والماء اللي غادي يطلق مطيشه صافي وكيف قلت لكم البنات راه ما كنديرش ليه الماء للطاجين هانتوما شوفوا يا هو طالق الماء راه محتاجه لا ندير ليه الماء لا حتى شي حاجه الحوت هذا كيطلق الماء ومطيشه حتى هي طلقات الماء هانتوما كيف كتشوفوا راه ما درت ليه نقطه ديال الماء ما درتها ليه ها هو راه غادي الغرض الراسو غنتسنى غير دابا ينشف من هاد المرقه صافي غادي نطفي ليه نتمنى الطويجين ديالي ينال الاعجاب ديالكم كيف كتشوفوا راني ما درتش ليه الماء وبقى غير الماء اللي تلقى الماطيشه والماء اللي تلقى الحوت هو باش طاب دابا كيف قلت غير غادي ينشف صافي غادي نطفي ليه وغادي نقدمه انا الفيديو اللي طاب فاش حطيته تمحى ليا المهم نتمنى يعجبكم